قصتنا اليوم بتحكيها صاحبيتها اللي عاشت أحداثها وعانت هالفتاة من لما كان عمرها 15 سنة. كانت مقتبل حياتها اللي من المفترض انها تكون عامرة بالسعادة والفرح، الا انها اتسطرت بالاحزان والشك بكل اشي محدث حولها. في البداية كانت بتشعر انه في شخص عم يقترب منها ويحتضنها، وتشعر هنا بالاحتواء، وبخاصة لما تكون حزينة من شيء او متألمة من شيء اخر. بس مع مرور الايام اتطور معها الامر، ولحقت حالها انها بتشعر وكأنه شخص ما عم يرقب يقيم علاقة كاملة معها. وعلى الرغم من صغر سنها الا انها استوعبت الامر لحد بعيد، يعني كانت كأنه بتعرف هالشيء. ولما قررت انها تقول لامها، امها للاسف ما صدقتها نهائيا، بل على العكس اقنعتها انها مجرد تهيؤات وتخيلات مش اكثر من هيك. وبكل ليله كانت هالبنت بتصحى من نومها وبتلاقي جسمها بالكامل يوجعها، يعني الم لا يحتمل. واذا حاولت تنام مرة ثانية بتشعر وكأنه شيء في شخص عم يحاول الاقتراب منها، ومهما حاولت الابتعاد عن كل هاي المشاعر والأحاسيس بالقرآن الكريم أو كثرة الصلاة، كانت تشعر بثقلها وعدم قدرتها على إكمال هالعبادة. كانت كل مرة بتفشل فشل ذريع، وبأوقات كثيرة قررت الاستسلام لأنها عم بتواجه إشي لا بتعرف له ملامح ولا بتعرف له شكل ولا أي إشي، شيء مش مرئي نهائيا، ولا بتعرف نقاط ضعفه أو نقاط قوته. هالشيء هذا عم يخترق حياتها ويتحكم بجسدها بالكامل، وكانت كثير عم تشعر بالخوف، وكانت دائما تشعر وكأنه شخص عم بيراقبها على الدوام. وبيوم من الأيام صحيت شقيقتها، وأثناء ذهابها عشان تشرب مي نظرت على باب غرفة نومها وشافت اللي خلاها تصدق كلام أختها اللي أصار منها بكل حرف. ولأنه خبرتها وخبرت أمها وخبرت أبوها وكانت توسل لهم مشان يصدقوها، بس للأسف ما كان حصدقها. البنت هاي أختها بتصير الكبيرة، واللي شافته شيء أسود والشعر بيخطي جسمه بالكامل، وكان ضخم للغاية، وكان يقعد على الكرسي وماسك إيد أختها وبتلذذ بالنظر إليها وهي نائمة. فراحت أختها عشان تصحي أبوها عشان تقول له هاللي شافته بغرفة أختها، وأنه كل اللي خبرتهم فيه كان حقيقي، وللأسف كانت جزء من الحقيقة المخفية عنهم بما فيهم البنت نفسها أختها. بس لما جابت أبوها وأمها على الغرفة لقت هالشيء هذا اختفى، وكانت الطامة الكبرى بحياة هالبنت اللي حالها كحال الفتيات الجميلات لما بتقدم بيه إلهن عريس مشان يطلب إليهن، كانت بتدخل كثير من المشاكل النفسية والجسدية مثل ضيق التنفس، وكانت تشعر كأنه في أحد عم يقترب منها ويحط إيده على رقبتها وعاوز يخنقها. مش هيك، كمان وصل الأمر إنها كانت تسمع التهديدات بإذنها إذا وافقت على طلب الزواج. صارت البنت
لما تسمع كلمة عريس صارت تخاف وتهرب على غرفتها. البنت هاي المسكينة حاليا صار عمرها 25 سنة، حياتها تدمرت كليا، لا بتقدر تصلي ولا بتقدر تقرأ قرآن، وأبوها وأمها ما بيآمنوا بأمور الجن، بس ما تركوها تعاني، صاروا يأخذوها على الأطباء وحاولوا معالجتها جسديا ونفسيا، بس كل المحاولات باءت بالفشل، ولا زالت هالبنت عم بتعاني لدرجة انها صارت تخاف انها تنام، ولما تشعر بحاجة ماسة للنوم كانت تنادي امها عشان تقعد بجنبها وتمسك ايديها وبتنام. ومش بس هيك، ولما تنام كانت تصحى وهي خايفة من اللي كانت تشوفه بمنامها، كانت تشوف على طول في واحد عم يحاول الاعتداء عليها، وبكل مرة بتشوف هالشيء هذا كانت تصحى وبتلاقي الآثار والعلامات على جسمها بشكل واضح، وكانت تخبي هالأمر هذا عن أقرب الناس لها. العلامات هاي ما توريهم إياها لأنهم أصلا كانوا ما يصدقوها ولا كانوا يسمعوا لكلامها، كانوا يظنوا إنه هالشيء هذا مرض نفسي فقط لا غير. ولا زالت البنت عم بتعاني.